كل حاجة في الدولة بتمشي بالقانون، ويمكن دايما الحاجة اللي بتنظم علاقتنا ويعني طرق التعامل مع بعض هو القانون. مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين، وعشان كده لازم نشارك، لازم ندلي بصوتنا، لازم نعرف انه صوتنا ده أمانة، لانه النهاردة صوتك ده اللي هيقدر النهاردة يوصل همومك ومشاكلك وكل أفكارك وطموحاتك وأمالك للدولة، وان نقدر النهاردة مش بس نسن ويعني نصدر قوانين، انما كمان يبقى في بت في بعض القوانين اللي كانت موجودة. ونظرا لانه طبعا زي ما شايفين ان النوادر الاعلاميه ليها دور قوي جدا، الاعلام هو النهارده اللي يقدر يعني يبقى في حياديه، في ميثاق شرف اعلامي، وما بين في بعض يعني الجهات التي لم تلتزم بهذا، والمواطن عليه ان هو يعي بده. معركتنا النهارده هي معركه الوعي، ان انت تقدر تفرق ما بين اللي بيضللك ويقول لك لا صوتك مش هيفرق، ما تنزلش، النتيجه محسومه، وما بين اللي بيقول لك الحقيقه ان صوتك هيفرق وممكن يغير النتيجه بنسبه كبيره جدا، وبين النهارده ان مستقبلك ومستقبل بلدك ومستقبل اولادك مرتبط النهارده بصوتك. تعالوا النهارده نعرف تفاصيل اكتر عن دور الاعلام في الانتخابات، ونعرف كمان النهارده ازاي ممكن النهارده اختار يعني هذا المرشح بناء على ايه. في بعض المبادرات المهمه جدا الموجوده عايزين نعرف تفاصيل عنها. خلوني ارحب بدايه بضيفي العزيز، مشرفني ونورني، استاذ محمد حماده نائب رئيس تحرير الأهرام. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. طبعا منورنا ومشرفنا. وصرح الاهرام هو صرح يعني احد الجرائد القوميه المهمه جدا اللي كلنا بنعتز بيها، ودايما يمكن ما ينفعش ما يمشي يومنا كده لما نقرا الاهرام، وعشان كده بنعتز بوجود حضرتك معانا قيمه وقامه. الله يحفظك يا فندم. وطبعا الصحف القوميه دائما بتبقى حريصه على التوعيه بالنسبه للمواطنين، وعلى انها تكون على تواصل دائم بالمواطنين، على الرغم من ان الصحف القوميه محسوبه على الدوله وعلى لسان حال الدوله، الا ان دائما وابدا بتراعي مصالح المواطن، متعبه، عمليه توعيه، توصيل استغاثاته للمسؤولين، طبعا لصدور القرارات اللي هي بتهتم باوجاع ومشكلات المواطن. لكن مازال المواطنين لحد النهارده ما ينفعش يعني ما يقراش الاهرام او ما يقراش الاخبار او الجمهوريه، يعني هذه الصحف اللي بيحس كده ان هي بتوصله يعني كل ما يمكن ان هو يعرفه عن بلده او مجتمعه او حتى الدول المحيطه. خلينا نعرف، بما اننا بنتكلم عن سواء كان صحافه الكترونيه سواء صحافه مقروءه، بنتكلم عن وسائل الاعلام حتى السوشيال ميديا، النهاردة الإعلام تأثيره عامل إزاي مع الانتخابات، وممكن هو يأثر إزاي في الشعب المصري ويخليه النهاردة يدفعه أو يحفزه، أو النهاردة يبقى العكس؟ طبعا كل المرشحين لجوا إلى الإعلام، سواء كان إلى الصحف أو إلى المواقع الإلكترونية أو السوشيال ميديا. وإحنا عارفين طبعا أن السوشيال ميديا دلوقتي فيش مواطن في مصر إلا متابع السوشيال ميديا، سواء كان عن طريق البوستات اللي بتم كتابتها على الفيسبوك أو الانستجرام أو تويتر أو غير ذلك. طبعا كل ده بيساهم في عملية توعية للمواطن وتوصيل رسالة للناخب، وده شيء مهم جدا خاصة مع اتساع الدوائر الانتخابية. احنا عندنا في مصر 143 دايرة في 27 محافظة، الدوائر دي طبعا دوائر كبيرة جدا، عندنا 284 مقعد من مقاعد البرلمان بالنظام الفردي، عندنا 284 مقعد نظام القوائم على أربع قوائم، شمال والجنوب وشرق وغرب الدلتا، عندنا عدد كبير جدا جدا من المرشحين، اكثر من 4000 مرشح، 4000 مرشح، 4079 بالضبط مرشح. اللي حضرتك بتتكلمي عليه اللي هو 10149 1879 1879 ده المرحله الاولى. المرحله الاولى اللي هي مرحله 71 دايره الصعيد، في 71 دايره بالفعل. طبعا ده رقم كبير جدا، وطبعا احنا طبعا بنراهن على وعي المواطن المصري والناخب المصري. احنا عندنا في بعض الظواهر الايجابيه اللي ظهرت مع الانتخابات مجلس الشيوخ، وهي طبعا عمليه الادلاء بالاصوات والنزول والمشاركه، الا ان طبعا هذه النسبه ما كانتش نسبه قويه جدا نتيجه ان عمليه مجلس الشيوخ جت بشكل سريع. انا عايز بس اوضح للساده المشاهدين ان مجلس الشيوخ ومجلس النواب هما جناحي التشريع في مصر. نعم. ده ليه مهام وده ليه مهام.
مجلس الشيوخ هو جهة استشارية لها العديد من المهام، منها التوقيع على الاتفاقيات الدولية ومنها أيضا تعديل بعض مواد الدستور وغير ذلك. أما مجلس النواب وهو مجلس تشريعي في الأساس، بيشرع القوانين، بيعدل بعض القوانين. إذن مجلس النواب هو الجزء الثاني أو الغرفة الثانية في التشريع في مصر. هل يمكن في هذا السياق حابة أسأل حضرتك نقطة معينة؟ إحنا مرينا بتعديلات دستورية السنة اللي فاتت، وده خلى النهاردة مجلس النواب بيأتي في ظروف استثنائية، وهو في ظل غرفتين، بقى عندنا غرفتين زي حضرتك شرحت، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. هل ده أثر على دوره؟ بقى النهاردة في أريحية، ما بقاش تشريعي فقط فيه، إنما كمان دور الرقابي اللي كان يعني نوعا ما يعني متأثر، ما كانش فيه حوار، غائب في البرلمانات السابقة. هل السنة دي هنشهد مجلس نواب مختلف نوعا طبعا عنه؟ بالفعل مختلف، لأن مجلس 2015 كان على عاتقه العديد من المهام، التشريعات، تعديل بعض القوانين، الاتفاقيات الدولية غير ذلك. دلوقتي أصبح عندك في غرفة مجلس الشيوخ اللي هتنظر في الاتفاقيات الدولية وما يتعلق بالسيادة، وأيضا اللي هو تحديث بعض والنظر في بعض التشريعات أو بعض تعديل بعض مواد الدستور، ومن ثم ده هيتزاح من على كاهل مجلس النواب. إذا مجلس النواب القادم هو يعتبر المجلس رقم 2 بعد 30 يونيو، والمواطن المصري بينظر إلى هذا المجلس بنظرة تفاؤلية. والدليل على ذلك الحراك اللي احنا شايفينه في الشارع المصري حاليا بالنسبة لنسبة المشاركة، التوعية، على الرغم من بعض الـ يعني عايز أقول مثلا احنا بعض المرشحين بيحاولوا بقدر الإمكان أنه يصلوا إلى الناخبين، إلا أن طبعا هناك بعض المرشحين الآخرين ما عندهمش لا من الإمكانيات ولا من القدرات المادية، وأيضا من الحملات اللي هي تقدر توصل تسوق ليهم وتوصلهم للناخب في دائرته. ومن ثم بيبدأ ان احنا نجد بعض الفعاليات المهمة، وايضا من خلال السوشيال ميديا بيحاول ان هو يعوض ده عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق بعض المبادرات. انا نشوف ناس بتغير البروفايل، وبقينا نشوف الصور ونتعرف على المرشحين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بالفعل هو بيحاول يصل لكل واحد في دائرته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الخدمات دلوقتي بقت عن طريق تقديم الخدمات وانجاز الخدمات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. في نقطة تانية في غاية الأهمية، وهي ان المواطن بيحاول بقدر الإمكان ان هو يتفهم من هو المرشح، أفكاره إيه، سياساته إيه، هل هو يعني داخل مجلس النواب للوجهة فقط لغير، أم هو له رصيد في الشارع يتيح له أن يتقدم لمثل هذا المنصب وأيضا أن يمثله في البرلمان. وأنا عايز أفرق ما بين حاجتين، عضو مجلس النواب ليس عضو خدمات، يعني هو عضو تشريعي في الأساس، ومن ثم لابد أن يكون مؤهل هذا العضو للتشريعات وأيضا لمناقشة القضايا، للخروج بشكل أفضل في مناقشة مثل هذه القوانين. طيب خلينا احنا معانا هننتقل لنقطة بقى، انه عندنا في تجربة في حلوان لحضرتك، عايزين نعرف تشرح لنا ايه التجربة اللي كانت في حلوان. طبعا احنا عملنا مبادرة، انا عملت مبادرة اسمها اعرف مرشحك واختار صح. المبادرة لقت استحسان كبير جدا، سواء كان في حلوان او يعني على مستوى الاعلام. المبادرة دي الهدف منها هو نتعرف، يعني نحتك بالمرشحين. انا عندي في حلوان على 3 مقاعد 57 مرشح. 57 مرشح على 3 مقاعد، عدد كبير جدا. ومن ثم المبادره جاءت والحمله جاءت من للذهاب الى المرشحين ومناقشه المرشحين وابراز افكارهم، بيفكر ازاي، احلامه ايه بالنسبه لدائرته، مؤهلاته ايه، يتحدث عن نفسه بالصوت والصوره. أيضا يتم طرح المشكلات المتعلقة بالدائرة، سواء كان عندنا مشاكل في الصحة، مشاكل في التعليم، مشاكل في العمالة، خاصة أن منطقة حلوان منطقة صناعية كبيرة جدا وبها العديد من المصانع وعلى العديد من المشكلات. تم طرح هذه الأسئلة على المرشحين، ومن ثم تم يعني نشر هذه اللقاءات التوعوية بالصوت والصورة على كل صفحات السوشيال ميديا المتعلقة بهذه الدائرة.
يعني عندنا كتير جدا من الصفحات اللي هي مهتمة بشأن حلوان وبشأن منطقة جنوب القاهرة. يعني تم الحوار أو المبادرة ما بين المرشحين وما بين الناخبين، قدرتوا ان انتوا توصلوا لكل المرشحين عن حلوان؟ معظم المرشحين طبعا هو تعرفوا زي سي في كده ليهم، انا التقيت بيهم بالصوت والصورة، بسجل معاه وكأنه لقاء تلفزيوني بالظبط. جميل. صوت وصورة، نتعرف بالمرشح، نقدر ان احنا نشوف افكاره ايه، برنامجه ايه، خطته ايه بالنسبه لحل مشكله مثلا المحليات ومشكله ازمات التوك توك وغيرها والمشاكل اللي موجوده، الرصف الطرق وغير ذلك. عندنا في ايضا مساله الوحدات الصحيه ونقص الخدمات الطبيه، تقدر تفكر ازاي. لينا افكار كتيره جدا ومهمه جدا وبرامج في غايه الاهميه، سلطنا الضوء عليها ومن ثم لقينا استجابة كبيرة جدا جدا من الناخبين في حلوان. الهدف من ده ايه؟ الهدف من ده حاجتين. الهدف منه ان انا بحس الناخب ان في جديد، وبالتالي ان هو صوته هيفرق، انا عايزه ينزل يشارك في الصندوق، عايزه ينزل يقول صح او يقول غلط، يختار الشخص اللي هو يلاقي يتوسم فيه ان هو هيمثل هذه الدائرة. هذه من ناحية. من ناحية اخرى ايضا انا عايز اقول اختار الصح ليك ولدايرتك ولبلدك. احنا بلد، يعني بلد جديده، مصر الجديده تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، عايزين يبقى فيه حريه، عايزين يبقى فيه حقوق، يبقى فيه واجبات يقوم بيها المواطن، سواء كان الناخب من ادلاء لادلاء بصوته او اختياره للنواب. ومن ثم نجد اوعى نصدق ابدا حد يقول انا الكرسي بتاعي انا حاجزه، اوعى تصدق ابدا ان المال السياسي ممكن يجيب مرشح جدير بهذا المقعد. المجلس النواب له تاريخ كبير جدا في الحياة النيابية في مصر، ومن ثم له مهام كبيرة جدا وعليه أمال كبيرة جدا بالنسبة للمواطن والناخب. حلوان كانت رائدة في هذه المبادرة. ما فكرتوش تعملوها في أماكن تانية أو في محافظات؟ لأنه كمان عندنا النهاردة بعض المحافظات اللي فيها يعني قرى ممكن لم تصل إليها هذا الوعي أو نسبة الوعي ده بالمرشحين. فمبادرة جيدة جدا وأنا بحيي حضرتك عليها، إن نستعرض بهذا الشكل المرشحين بكمان حلول، رأيهم إيه في بعض المشاكل اللي بتواجهها هذه الدائرة أو هذه المنطقة، وهتعمل لها إيه بقى، وبرنامجك ليها إيه. فأنا النهاردة بعمل الطرح ده قدام الناخبين، وإنتوا اختاروا، يعني شايفين قدامكم البرامج، وإنت هتقدر. أنا بعمل عرض جيد جدا من كل الاتجاهات، ما كانتش فكرة قبل كده موجودة، يعني بنتمنى لو يتم تنفيذها في كل الأماكن. يعني من هذا الشكل أنا لاحظت إن في العديد من الدوائر أخذت بحذو هذه المبادرة، وطبعا ده شيء يسعدني ان احنا نجحنا في توصيل فكرنا لجميع الدوائر وجميع المحافظات. كمان انا عايز ألفت للنظر لحاجة، ان المبادرة بالجهود الذاتية، يعني حضرتك انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا بنصور بالموبايل، يعني احنا بنصور بالموبايل اللقاءات، وكل الموجودين متطوعين. يعني يعني انا عايز اقول لحضرتك اخويا وصاحبي واصحابي وناس افاضل من المثقفين ومحامين، ويعني هذا ينوم على قد ايه انه في اهميه كبيره جدا ان انا النهارده اختار مرشح في هذا المقعد. انا النهارده يعني بالنسبه له هو صوتك اللي النهارده بيوصل للدوله، فعشان كده بنعمل كل الجهود اللي بتتعمل دي والتعب والمشقه دي، ده دورنا بقى عشان اطرح لكم الناس دورنا اللي فعلا فعاله، هو ده دورنا بقى اللي عندها يعني رساله عايزه تعملها. هو ده دورنا كاعلام ومثقفين، ان احنا يكون لينا دور توعوي، وده عشان خدمه المجتمع. وبصراحه انا عايز اقول انا يعني بحيي وبشكر الاجهزه التنفيذيه ان هي ما وقفتش عقبه معانا. يعني احنا بننزل في جولات، بننزل في بنتقابل مع الاجهزه التنفيذيه، سواء كان بالنسبه للمصالح الحكوميه والحي وغير ذلك، في تفاعل مع المبادره وتفاعل مع من يمثل المبادره. يعني كلها الهدف منها ان الناخب ينزل مراكز الاقتراع ويدلي بصوته، لان صوتك امانه، صوتك هيفرق، صوتك هو اللي هيرسم مستقبلك 5 سنين. حقيقي. صوتك هو اللي اوعى تصدق ابدا حد يقول ان انا ليا كرسي، اوعى تصدق ابدا ان حزب هو اللي هيقدر يشكل المجلس. لا، بارادتك انت اللي هتقدر تختار. طيب. بارادتك انت اللي هتقدر تفرز، انت اللي هتقدر تجيب الانسان الصادق حسن النية صاحب الايادي البيضاء، هو ده اكبر رصيد عندنا في اختيارنا للنواب.
شايف ازاي ممكن نواجه الاعلام المعادي واللي شغال طول الوقت كلام على انه في رشوه انتخابيه، لا ده في صوتك مش هيوصل، وخصوصا ان مش بس داخلي انما كمان من الدول المعاديه، دول اسلاميه زي قطر، دول يعني عربيه زي قطر واسلاميه زي تركيا وايران وغيرها. فخلينا نعرف ازاي نواجه ده في وقت يعني حساس زي ده، وقت مهم جدا. يعني بصي يا سيدتي، طبعا احنا عندنا تحديات داخليه وتحديات خارجيه. التحديات الخارجية منها كما أشرتي إلى بعض الدول لها أجندات، أجنداتها طبعا ده يعتبر حرب من الجيل الرابع عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الإعلام المعادي، بيصرفوا مليارات بهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع المصري. لكن أنا عايز أقول لهم هيهات هيهات، المجتمع المصري مجتمع واعي، مجتمع المصري لديه رؤية ولديه ثقة في القيادة السياسية، والمجتمع المصري يحافظ على مؤسساته، له المجتمع المصري يكن كل تقدير واحترام للقيادة السياسية وللجيش وللشرطة، المجتمع المصري واعي بما فيه الكفاية. هيهات أن يؤثر هذا الإعلام المشبوه والمسموم في إرادة المصريين. أنا عايز أقول لحضرتك أن كل المنابر الإعلامية اللي هي المسمومة دي ليس لها أي صدى بالنسبة للمجتمع داخل مصر. في عندنا أزمات، في عندنا بعض المشكلات، إلى أن هناك لأول مرة بنشاهد أن احنا مثلا زي مؤتمر الشباب، صوت الشباب. أنا هنتقل للشباب لأنه احنا عندنا كلام كثير جدا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمان ودورهم في الفترة الأخيرة، لكن هستأذنك هناخد مداخلة تليفونية من المستشار أحمد فتحي عبد العال رئيس استئناف محكمة طنطا والمشرف أيضا على إحدى اللجان الانتخابية بالجيزة. أهلا بيك يا معالي المستشار. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني عايزين نطمن على يعني سير العملية الانتخابية والمشهد النهاردة عامل إزاي؟ لا النهارده الحمد لله المشهد يمكن اقوى شويه من امبارح، في اقبال كويس والناس ملتزمه كلها بالاجراءات الاحترازيه اللي متنبي عليها بيهم، والناس في التزام كامل وفي تنظيم اكثر من رائع من الشرطه، وفي التزام ووعي للناس نفسها، يعني مفيش الحمد لله مشاكل خالص في المجال رغم الاقبال اللي موجود. يعني جميل جدا. يعني احنا دايما بنقدم التحية طول الوقت ليكم السادة القضاة جميعا على مستوى يعني أنحاء مصر، بتقوموا بدور قوي جدا مش بس إلى جانب التأمين وسير العملية الانتخابية بهذا الشكل، إنما كمان في نوع من أنواع التوعية للمواطنين النهاردة اللي داخل ومحتاج يعرف بعض التفاصيل وبعض المعلومات، وهو مش قادر يفرق ما بين القائمة أو الفردي، وإن هو يختار كم مقعد يعني متاح لمحافظته أو لدائرته، لأنه احنا عارفين إن بعض الدوائر اختلف الكراسي فيها او زادت او قلت. فشايف حضرتك بيبقى في تواصل مع الناخبين النهارده، الناس اللي بتقدر تسالكم وتتواصل مع حضراتكم؟ طبعا احنا برضو الناس اللي داخله برضو بتبقى ما فيش وعي قوي باللي هو المطلوب ايه. احنا بالنسبه للدايره، انا بتكلم على الدايره بتاعتنا احنا هنا في العبوزه والدوسي، ايوه، وقسم الجيزه، احنا يعني بيبقى التنبيه يا جماعه في كده المرشحين اختاروا اللي انتم عايزينه من 10 ناخبين، وبالنسبه لاي مكتب اي مرحله عشان برضه ما نضيعش الصوت هضر، يعني الناس حقيقي تكبدت مشقه وجت وفي الاخر يبقى الصوت باطل، يبقى ما لهاش لازمه يعني الاصوات تتقابل. الحمد لله يعني والناس كلها يعني واعيه والناس ملتزمه كلها ومفيش مشاكل الحمد لله رب العالمين. قد ايه فعلا موضوع الاصوات الباطله ده ممكن يفرق؟ يعني لو قلم رصاص ممكن يفرق، لو النهارده علم على اعداد اكتر من المطلوبه برضو ممكن يفرق. فده جهد كبير جدا على عاتقكم، احنا بنشكركم. استاذ محمد حماد لو حابب تسالوا اي سؤال للمستشار احمد فتحي، وعلى يعني خصوصا دور القضاه في اللجان الانتخابيه مهم جدا النهارده وبيقوموا بمجهود على مستوى انحاء الجمهوريه. طبعا جهد مشكور جدا معالي المستشار، وبحيي حضرتك والسادة القضاة على مراقبة العملية الانتخابية. يعني أنا أحب أسأل حضرتك النهاردة، يعني يا ريت تبرز لنا كده شرائح المجتمع المصري، هل الشباب نازل بقوة أم كبار السن هم يعني المتواجدين أكتر في مراكز الاقتراع؟ هو طبعا في نسبة الشباب، لكن أكتر الأكثرية اللي موجودة عندي في اللجنة للسيدات والكبار السن. يعني طبعا ده طبعا ده بردك يعني بيأكد بردك ان في وعي لدى
الأسرة المصرية يعني كبار السن بأهمية المرحلة، وإن شاء الله إنها تعدي على خير. احنا بنشكر حضرتك جدا يا معالي المستشار. بشكرك معالي المستشار احمد فتحي، بشكرك معالي المستشار احمد فتحي عبد العال رئيس استئناف محكمة طنطا، وايضا المشرف على احدى الدوائر بالجيزة، يعني الدقي والعجوزة والجيزة من اهم الدوائر. انا كنت النهاردة ماشية يعني بجوارهم، في ازدحام شديد، في وعي الحقيقة من امبارح، وانا شايفة يعني اعداد كبيرة وهيلة من الدوائر الرئيسية يعني، واللي الناس فيها هنا في المنطقة بالذات دي بتبقى عندها وعي كبير قوي. وده اللي بيخليني برضك ان انا يعني الفت النظر لجزئيه مهمه جدا، وهي التحضيرات للعمليه الانتخابيه. أيوة. احنا بنشكر الهيئه الوطنيه طبعا والاستعداد ل يعني والاجراءات الاحترازيه اللي اتخذت وعمليه التعقيم المستمره لمقرات الانتخابيه. انا عايز اقول برضك للساده الناخبين، انزل وشارك، انت في امان. فكره الاجراءات الاحترازيه يعني على اعلى مستوى، انزل وشارك، ما تخافش من اي حاجه. في تعقيم، في تطهير للجان، ما تخافش من اي شيء يعني ممكن ان هي يعطلك عن ان انت تنزل في دورات مياه، في اناره، في كمامه، في امن وسلام بالظبط يعني كده. حتى لو حضرتك جايب قلم من بيتك مش هينفع تستخدمه، انت في يعني نقدر في نقول ان في تعقيم، في جلوفز، في كمامات، في كل حاجه متاحه، بحيث ما يبقاش في اي. احنا منتظرينك انت بس. يعني انزل وشارك، ده واجب عليك وحق ليك وحق لولادك. نعم. انت هتحصل الاختيار في المرحلة القادمة. مش عايزين نخلي اي حد يكون عليه علامات استفهام ان هو يبقى في البرلمان المقبل. نعم. مجلس النواب القادم عليه اعباء كبيرة جدا جدا. نعم. احنا بلد في تحديات مستمرة، تحديات اقتصادية وتحديات سياسية وتحديات دولية، لازم يكون عندنا مجلس نواب قوي. نعم. مجلس نواب لديه وعي جمعي للخروج بأفضل التشريعات، خاصة احنا في ظل الأوضاع الراهنة محتاجين تلاحم، محتاجين وعي، محتاجين تلاحم مع أبناء الدوائر وأبناء الشعب للوصول بنتائج أفضل، ونلتف كلنا حوالين الدولة المصرية وحوالين الرئيس عبد الفتاح السيسي. الراجل بيحلم بدولة جديدة، وبالتالي احنا من حقنا ان احنا نساعده، ومن حقنا ان احنا نشوف هذا الحلم وبيتحقق على أرض الواقع. بما ان مع معالي المستشار كنا بنتكلم عن يعني التواجد في اللجنه، وذكر ان وجود المراه يعني وجودها بقوه شديده، الحقيقه المراه منذ زمن يعني، وهي قد ايه بتساهم بشكل كبير جدا في دايما الاستحقاقات بانواعها وبكل صورها، بتنزل بشكل كبير جدا. كلمني عن انه المراه قد ايه فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يعني اتاح لها الفرصه والتمكين المراه وعامل المراه، كل دي يمكن يعني قد ايه ساعدت المراه النهارده انها مش بس تبقى يعني ناخبه، انما كمان في مرشحات وفي مقاعد ونسبه يعني متاحه السنه دي. احنا عندنا مش هنتكلم عن المحافظه وعن الوزيره وعن، بنتكلم عن كمان المرشحات في مجلس النواب اللي هتبقى بنسبه لا باس بيها. طبعا الدستور اتاح للمراه كوتا كبيره جدا، في مثلا على سبيل المثال في القوائم 50% من القوائم مراه، وبالتالي يعني اقل من خمسه، مستحيل يبقى اقل من 25% من عدد مجلس النواب من المراه، وده رقم كبير جدا ما اتحققش قبل كده، وده اكبر دليل على اهتمام الدوله المصريه بدور المراه. المراه هي اختي واختك وزوجتي وامي، المراه هي عليها عامل كبير جدا في الاسره المصريه. المراه اثبتت وعيها بالتحديات اللي واجهتها مصر. المراه كانت مشاركه في 30 يونيو، المراه كانت مشاركه في كل الفعاليات التعديلات الدستورية، عندها وعي. مرأة يعني أسرة، الأسرة يعني مجتمع، يعني تجيب إخواتها وولادها ولو معاها جدتها، ده عن قناعة مش عاطفة، عن قناعة. هي مدركة لحجم التحديات، مدركة لحجم الأعباء الموجودة على كاهل الدولة المصرية وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجه الأخص. ومن ثم نجد انها حاضره بشكل كبير جدا في الاستفتاء، حاضره بشكل كبير جدا في الشيوخ، وايضا في مجلس النواب. ليه؟ هي حريصه على ان يكون هناك استقرار، وضع امن. احنا عانينا من الانفلات الامني وعانينا من التهميش، الان اصبح للمراه دور كبير جدا في المجتمع المصري، وفي انصاف للمراه سواء كان في المجالس النيابيه او
في ايضا في تكافل وكرامه، في العديد من البرامج المهتمه بالمراه وتمكين المراه. اذا ليس هناك فرق بين الرجل والمراه، ده الرجال دلوقتي بيطالبوا بحقوقهم زي المراه، يعني المراه دلوقتي اخذت حقوقها، ويعني في اهتمام كبير جدا بالمراه. فيعني احنا عايز اقول لهم احنا بنشكركم على تواجدكم في العمليه الانتخابيه، واتمنى ان يكون في مشاركه اكبر في المرحله المقبله ان شاء الله، المرحله الثانيه من العمليه الانتخابيه، خاصه انها تتم في 13 محافظه، وننتظر دور كبير جدا للمراه وللشباب ايضا. الشباب، بذكر الشباب، احنا عندنا يعني تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ويمكن دي من الحاجات المستحدثه علينا ان يبقى اكثر من 25 حزب داخل يعني هذه التنسيقيه كيان. ويبقى كيان واحد برؤى مضاده. فكلمنا عن النهارده الفكر الجديد ده بالنسبه لنا، وانه يجمع افكار الشباب في هذا كده. تنسيقية الأحزاب السياسية والسياسيين طبعا ده منبثق عن مؤتمرات الشباب اللي تم عقدها، برنامج الرئاسي كمان، برنامج الرئاسي طبعا، مؤتمر الشباب الأول اللي عقد في 2016، يعني احنا يعني النسخة الثامنة تم تنفيذها. طبعا الاهتمام بالشباب والسماع رؤيتهم وأفكارهم وطموحاتهم وتنفيذها لأول مرة، بنشوف رئيس يقعد قدام الشباب ويتحاور معهم وجه لوجه، وأجهزة تنفيذية موجودة، بتطلع توصيات في اللجان المشتركة لحل هذه المشكلات. تنسيقية الأحزاب السياسية والسياسيين الهدف منها هو خروج جيل واعي لديه إدراك بمشاكل الوطن وحجم هذه المشاكل، بالإضافة أيضا لكيفية التعامل مع جميع فئات المجتمع، وأيضا نماذج ناجحة. هذه النماذج طبعا تعد من العلامات المضيئة بالنسبة للبرنامج الرئاسي، بالنسبة لشباب تفرح. يعني مصر مليئة بالنماذج الناجحة اللي أتاح له الفرصة أن يخش داخل هذا الكيان وهو تنسيقية الشباب. طبعا أكثر حظا، هناك العديد من النماذج الناجحة بالنسبة للشباب، وبالتالي إحنا بنعول على الشباب. 60% من المجتمع المصري شباب، وبالتالي الاهتمام بالشباب عنصر بناء للمجتمع المصري، ومن ثم لابد أن إحنا يكون عندنا اهتمام أكثر بالشباب وإتاحة الفرصة ليهم في سواء كان في مؤسسات الدولة المصرية أو في المجالس التشريعية، وإحنا عندنا بعد كده المجالس المحلية، أتمنى أن يكون نسبة كبيرة جدا منها من الشباب. هو ده اللي هيشتغل على الأرض، هو ده اللي هيقدر يحل المشكلات المتعلقة بالصرف الصحي والمية والكهرباء وغير ذلك في المحليات. وبالتالي أتمنى أن القانون بتاع المحليات يصدر في أقرب وقت للظهور بعد كده للمجالس المحلية التي تقوم بدورها المجتمعي. هل احنا بقالنا فترة، يعني حضرتك تتفق معايا، احنا في حراك ديمقراطي عن منذ وقت يعني سبق، وكان يعني دايما طول الوقت انه النتيجة محسومة، يبقى قيمة الصوت هنا للأسف ممكن تكون معدومة، فبالتالي بيبقى كان في زمان عزوفة عن المشاركة. لكن من وقت ما تم الحراك الديمقراطي وان انا انزل يبقى في قيادة واعية، يعني هعرف من حضرتك الإجابة على هذا السؤال، ولكن خليني أستأذنك، هناخد زميلنا عاصم الشندويلي من أسيوط. أهلا بيك يا عاصم. أهلا بيك يا دينا، تحياتي ليك ولزمايلي في الاستوديو وللسادة المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة هذا العرس الديمقراطي الجديد اللي بتشهده مصرنا الحبيبة بالانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى إن شاء الله. أهلا بيك. زي ما قلت يا دينا، أنا متواجد. يعني عايزين نعرف المشهد عندك ايه اخباره، اشرح لنا كده الصوره النهارده، التفاعل اكتر ولا لا، لانه امبارح كان اجازه، النهارده اعتقد الناس رجعت لمصالحها والشغل، فهل المشهد مازال زي ما هو ولا تاثر شويه؟ طيب خليني اقول لك ان انا امبارح كنت بغطي الانتخابات في محافظه سوهاج، والنهارده كنت متواجد في اسيوط. هديك اطلاله سريعه على المشهد الانتخابي بمحافظه سوهاج امس والنهارده ان شاء الله. المشهد الانتخابي هيكون عامل ازاي في محافظه اسيوط؟ الحقيقه شفنا مشاهده مشرفه من اهلنا وحبايبنا في سوهاج في اليوم الاول من المرحله الاولى للانتخابات البرلمانيه، والحقيقه استطاعت المراه المصريه وتحديدا في صعيد مصر ان تقول كلمه كبيره جدا في هذه الانتخابات بالمشاركه الايجابيه ليها. يمكن يعني على مدار اليوم الاول في محافظه سوهاج لم تشهد اي مشاكل او ما يشوب صفو العمليه الانتخابيه طوال هذا اليوم. كان هناك جولات مستمره من قبل محافظ سوهاج، سياده اللواء
طارق الفيئي بالتعاون مع مديريه امن السوهاج بقياده اللواء حسن محمود، وجولات مستمره على اللجان للاطمئنان على سير العمليه الانتخابيه واعطاء التعليمات بتسهيل كافه الاجراءات امام المشهدين. اللجان بدات الساعه 9 صباحا، قفلت في تمام الساعه 9 مساء بعد ما تم التاكد من قبل الساده المستشارين المتواجدين والمشرفين على العمليه الانتخابيه داخل اللجان الفرعيه بمحافظه سوهاج ان مفيش اي مصدر موجود امام اللجنه، وتم قفل بعد ذلك الصناديق بالاقفال البلاستيكيه وتشميع اللجان الى ان جاء اليوم الثاني اللي احنا متواجدين فيه النهارده في محافظه اسيوط. وصلت الحقيقه الساعه 7 صباحا، الحمد لله رب العالمين، كانت الاجهزه الامنيه على اهبه الاستعداد وكلهم متواجدين امام اللجان وسط اجراءات احترازيه وقائيه كبيره جدا 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 متخذه. الجميل واللي بيتصدر المشهد الحقيقه كل التسهيلات اللي بيقدموها هنا رجال الامن سواء كان في سوهاج او النهارده في محافظه اسيوط او الحقيقه في ال 14 محافظه الكبرى فيهم العمليه الانتخابيه في اليوم الاول والثاني في المرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه، حيث تم توفير الكراسي المخصصه للكبار السن، تم توفير كمان لينا جهاز اكس واي للكشف عن المعادن والاسلحه. ايضا المشهد الجميل الحقيقه واللي زين برضه العمليه الانتخابيه المشاركه الايجابيه من الشرطه النسائيه اللي موجوده امام اللجان واللي بتقوم بالتعامل المباشر مع السيدات الفضليات اللي بيترددوا على اللجان للإبداء باصواتهم، وده اعتقد بيسهل الامور بشكل كبير. كمان تم توفير جهاز قياس الحراره الديجيتال اللي بيتم من خلاله اي ناس داخل اللجنه بيقيسوا له درجه الحراره، وكمان متواجد كمامات على اساس لو الناس داخل اللجنه مش معاه كمامه بيتم تسليمه الكمامه. كمان موجود التحليات المطهرات في اللجنه من بره او داخل اللجنه لدى السيد القاضي لو اي حد حابب يعقم ايديه او يستخدم المواد المطهره مفيش ادنى مشكله. حاسس الساده القضاء بتعليمات من الهيئه الوطنيه للانتخابات يعني متعاونين بشكل كبير جدا ومتفاهمين بتقديم كل التسهيلات للساده المناسبين اللي بيدلوا باصواتهم بالمعلومه. عايز برضو احيط علم الناس في اثناء العمليه الانتخابيه سواء في محافظه اسيوط او اي محافظه اخرى من ال 14 محافظه اللي بيدلوا باصواتهم ان الناخب بيدخل بيستلم ورقتين من السيد القاضي. ورقه كبيره بيبقى فيها موجود عدد المرشحين الفردي ودي بتبقى طبعا كثيره جدا فيها الاسماء، وورقه صغيره بيبقى موجود فيها القائمتين اللي بيخوضوا في العمليه الانتخابيه. فعلى الناخب ان هو يختار واحد او اثنين او ثلاثه على حسب الدايره بتاعته محتاجه كم مقعد، لان مثلا لو الدايره محتاجه مقعدين وانا علمت على مقعد واحد فكده صوته باطل. فعشان كده بناكد على الساده الناخبين تشوف حضرتك الدايره بتاعتك قبل ما تدخل محتاجه كام مقعد من المقاعد الفرديه وبتختار المقاعد اللي انت عايزها يعني مرشح او اثنين او ثلاثه حسب المقاعد الفرديه. اما بالنسبه للقائمه فبتختار قائمه واحده فقط. خليني اقول لك ان من يحق لهم التصويت هنا في محافظه اسيوط 2,766,955 ناخب هيطلب اصواتهم في 914 لجنه فرعيه بكافه انحاء المحافظه موزعه طبعا على 13 مركز اداري. محافظه اسيوط يا دينا مقسمه لاربع دوائر انتخابيه ومخصص ليها بمجلس النواب 12 مقعد فقط بيتنافس عليه 163 مرشح بالنظام الفردي، وده طبعا بيقول ان المنافسه شرسه وقويه بين المرشحين، ونقدر نقول يعني ده بيصب في مصلحه المواطن حتى يستطيع ان يدرك يعني ويقرر كده من يستعني يمثله التمثيل الامثل داخل قبه البرلمان. بنتمنى يا عاصم الناس تبقى عندها وعي بهذه المنافسه الشرسه اللي ممكن يعني تصب فعلا في مصلحه المواطن، ويقدر من خلال هذه المنافسه ولو تطبيق هذه المبادره كمان بتاعت اعرف مرشحك في مثل هذه المحافظات زي اسيوط وسوهاج اعتقد هتبقى فيها فرق كبير جدا يا استاذ يعني محمد. يا دينا انا عايز اقول كمان ان بشكرك يا عاصم. كان معانا زميلنا عاصم الشندويلي على التغطية الحقيقة أكثر من رائعة، والتفاصيل اللي انت أفدتنا وأوفتنا بيها يعني قد إيه فعلا محافظة زي أسيوط ومحافظة زي سوهاج بيكون فيها نسبة كبيرة جدا من المرشحين، وفي بعض الدوائر زي المنتزه في الأسكندرية سمعنا أن الأعداد الكراسي اتغيرت سنة يعني قبلها كانت كرسيين السنة دي 4 تقريبا، فالتغير ده ممكن النهاردة المواطن ما يبقاش عنده وعي بيه أو النهاردة يبقى عنده ممكن يكون ما عندوش فكرة، محتاج الإعلام النهاردة ودوره في أنه هو يعي المواطن من كل هذه المتغيرات. بالفعل طبعا الإعلام له دور كبير جدا في تعريف الناخب بالدوائر بالمرشحين ببرامجهم بأفكارهم بخططهم المستقبلية في التعامل سواء كان في تحت قبة البرلمان
أو بالنسبة للنشاط الخدمي. يعني شيء مهم جدا ان يتم التوعية عن طريق وسائل الإعلام. بس انا عايز اقول لحضرتك برضك ان احنا ما زال بنعاني من شيء في غاية الأهمية، وهو العصبية والقبلية والعائلات اللي يعني لسه ما زال عندنا، ما زالت موجودة، ما زالت كبير موجودة او كبير في بعض القبائل، بالضبط كده موجودة وبشكل كبير جدا في سواء كان في اعتقد يعني النهاردة احنا في الوقت ده محتاجين ده، لان هو بيبقى ليه كلمه، هو اللي يقدر النهارده يحل المشاكل، كبير القبيله او كبير العيله او العمده، يعني الناس دي كان ليها احترامها وليها كيانها، ما زالت موجوده، وهي اللي بتقدر النهارده تحل الخلافات الكبيره، وعندنا قضايا زي الثأر وغيرها، فهم اللي بيقوموا بدور قوي جدا. واعتقد كمان عندنا دور قوي للدوله، يعني كل ده تحت تشجع وتحيد، كل ده تحت عباءه الدوله المصريه. يعني لما يكون في عيله والعيله دي بتتوسم في نموذج منها ان هو اللي يقدر يخدم الدايره، وان هو يقدر ان هو يساهم في حل مشاكلها، اعتقد ان ده يعني بيوفر علينا جهد كبير جدا، بيوفر على ايضا فكره تفتيت الاصوات، لان كثره المرشحين بيؤدي الى انتاج ما لا نحمد عقباه. يعني ممكن تلاقي حد نجح كده ما عندوش لا رؤية ولا عنده برنامج ولا عنده أي شيء بهدف إن حصل تفتيت لعدد الأصوات. لما بيكون في حد كبير، والكبير دايما بيعمل لمصلحة المجموع، ده بشكل واضح جدا ظاهر في الصعيد، وظاهر أيضا في المناطق شبه ريفية. عندنا في حلوان أيضا في بعض العائلات اللي هي دفعت بأبنائها له، خاصة العائلات اللي لها باع كبير في العملية السياسية وكان ليها مقعد قبل كده. لا، في كل المحافظات ذات العصبية وذات الأصول والجذور العائلية بيتحكم فيها أيضا فكرة الكبير. عندنا الدولة أنشأت مجلس القبائل والعائلات المصرية، يعني ده تشجيعا منها النهاردة، لأنه القبائل والعائلات يكون لها دور ونسمع ليهم. الدولة لما بتسمع ليهم عشان ما بقاش في عملية تهميش. احنا فكرة التهميش دي أصبحت ملغية في القاموس المصري. كان الأول يقول لك لا بتوع الصعيد مهمشين في التنمية. لا، في تنمية دلوقتي في الصعيد، شهدنا يعني مؤتمرات الشباب اتعملت حتى في الصعيد، وأصبحت أسوان يعني مدينة الشباب العالم الإفريقية. طيب لا، كان يقول إن في تهميش لدور المرأة، لا المرأة أصبحت موجودة وموجودة بقوة على أجندة الدولة المصرية. كان يقولوا في تهميش للقبائل المصرية، لا هناك في كيانات ومنصات للحوار ما بين القبائل وبين الدولة المصرية للخروج بما يساهم في حل مشاكلهم والتعبير عن آرائهم وأفكارهم. أعتقد إحنا دلوقتي في معركة وعي، معركتنا الحقيقية بإن إحنا فعلا نقدر نعي ونخطو، لأن الدولة بتخطو خطوات مهمة جدا في الاستقرار وفي التنمية الاقتصادية، وبدون ما إحنا نخطو معها ده للأسف ممكن يعني يرجعنا ورا. لازم إن إحنا نختار وننزل ونشارك. بشكرك أستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام، نورتنا وشرفتنا، ولازم توعدنا بلقاء آخر نتكلم فيه أكتر عن الإعلام وأهميته إن شاء الله بإذن الله. وعايز أقول للسادة المشاهدين، اختار صح، اختار اللي يفيدك ويفيد دايرتك ويفيد بلدك، اختار لمستقبلك ومستقبل ولادك، اختار صح، لأن قاعد كده النتائج ده ونتائج الاختيار ده هتصب عليك وهتصب على الدولة المصرية. حسن الختام، بشكرك يا فندم، ولسه مكملين مع حضراتكم تغطية خاصة للعملية الانتخابية وليوم التاني على التوالي. انتظرونا بعد فاصل قصير.